بسبب الغياب ديالي انني مشيت احترف، يعني جاني عرض في فريق حرس الحدود المصري اللي مشيت يعني مضيت معاه يعني سنتين، يعني وما تفاهمناش يعني على حساب يعني البند يعني على الفلوس وداك الشيء ما تفاهمناش. صافي رجعت يعني رجعت للمغرب، راك تعرف انت المغرب كانوا كاع الفرق اللي كانوا يهضروا معايا في بريمير ديفيزيون كانوا يعني داروا يعني داروا لا ليست ديالهم وفهمتي، قال لك صافي راه درنا النهار الاخراني اللي يعني نهار الاول نهار الاخر غتسري لا سيناتور. صافي اضطريت انني نمشي للجمعيه السلاويه، راك يعرف الجميع لعبت معاهم 6 شهور فريق يعني الفريق الام ديال الاب ديالي، لعبت معاهم ويعني بديت معاهم يعني 6 شهور اللي يعني زوينه، وكل ما كلية كما كتعرف انت كون تجلس في البطوله الوطنيه ما غيعرفك بقى يعرفك حتى شي واحد، خصك يعني تكمل تداوم يعني النشاط الكروي ديالك باش ما تبقى يعني تبقى اون فور. من يعني من الجمعيه السلاويه مشيت للفريق السامراء العراقي اللي كان في الدرجه الثانيه، وكان 10 سنين يعني ما يعني كيبغي يصعد للدوري الممتاز وما ما فهمتش ما يعني ما عندوش يعني ما عندوش الحظ. الحمد لله مشيت للعراق يعني صعدوا لفريق سامراء يعني وسجلت 5 اهداف الحمد لله، وعطيت يعني 5 اسيست. الان بدر كاشين مابقاش كيلعب يعني مهاجم، وليت كنلعب ورا المهاجم الحين، حيت ما كتعرف 31 سنه كتولي عندك واحد بحال اللي كيقولوا المغاربه كتخسر. والحمد لله بعدا مشيت فيها الخير لهذا الفريق هذا، وكنشكرهم بهذا المنبر اللي يعني كبروا بيا كما كيقولوا، راه كتعرف انت الغربه شويه يعني شويه صعيبه، وهذوك راه يعني راه الاهل ديالنا راه العراق راه بحال يعني بحال المغاربه يعني الحمد لله. والحمد لله بدر كشاني يعني راه باقي يعني باغي يلعب عاوتاني يرجع للبطوله الوطنيه وغيقول الكلمه ديالو ان شاء الله. كاينين عروض، عندي عروض خارج المغرب وهنا داخل المغرب، يعني كاينين في الدرجه الاولى، ولكن هذوك الفرق اللي ما يقدروش يعطيوك هذوك يعني لاصوم اللي كنتي كتاخذها في الاول فهمتي، كما ديما يعني كيبقى يمشيو لك هذاك الشيء اللي انك راه ما كنتيش في المغرب وداك الشيء. والحمد لله انا ما عنديش مشكل على الفلوس ولا داك الشيء، خصني يعني نثبت عاوتاني نرجع الاسم ديالي يعني في البطوله الوطنيه، والفلوس كيجيو من بعد. هذا هو الشيء اللي كاين، وان شاء الله يكون غير خير ان شاء الله. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.